مرحبا أصدقائي صديقاتي، شلونكم؟ أخباركم؟ أتمنى لكم خير وصحة وعافية. اليوم راح نحكي عن فيديو ضمن سلسلة فيديوهات صناعة الأنيميشن على موقع ريندر فورست اللي بلشناه قبل كم يوم. راح نكمل الفيديو اللي حكينا عنه بالفيديو السابق عن شلون تقدر تسوي فيديو احترافي من خلال الموقع. قبل لا نبدأ الحكي، الدعم لايك شير سبسكرايب ونبلش. تجي على إنشاء فيديو، تجي هنا على هاي الواجهة إنشاء فيديو. طبعا سوي بشكل مختصر حتى لا يطول عليكم وما نعيد الشرح. حكينا عن إضافة مشهد، اليوم راح نجي نشوف تحميل وإعداد مسبق القصص. راح يطلع لك الواجهة بهذا الشكل. انت راح تشوف شنو المناسب لك. مثلا خلينا نقول هذا، اختارته. طبعا انت تختار فتشي يناسبك، استخدام جاهز. طبعا تسوي معاينة للفيديو، تشوف التفاصيل او تشوف هنا. هذا الفيديو مثلا يفيد الفيديوهات التعليمية. خلينا نقول هذا شبكة العلاقات، تبدل النص. بكل بساطة انت راح تعدد التفاصيل هاي وتشتغل عليها. هنا شنو تكتب؟ مثلا العائلة، أصدقاء، المنطقة، والمحلة. عفوا، هذا عنوان القائمة. أنت تكتب أي شيء، مثلا العمل. هكتبها بشكل مختصر حتى لا ياخذ هو من وقتنا. هنا راح تشوفون مثلا نقول الفيسبوك. هنا تجي مثلا تبدل، مثلا نقول معرفة الناس مكسب. طبعا الكاركترات وكل الأشياء تقدرون تبدلوها من خلال الشريط اللي فوق. تضيفون كاركتر، تبدلونه، تبدلون المشاهد، تكتبون الأشياء اللي تردوها. الأصدقاء مثلا، فريق العمل. أنت تكتب حسب الحروف الموجودة هنا متوفرة، تقدر تكتب شروحات وأشياء ثانية. بالتعاون نفوز. انت ببالك يكون اكو فد تصور معين للموضوع مالتك وتكتب شكرا. للمتابعة ورا ما تكتب. اذا ما عندك شي تضيفه، خلينا نقول مثلا راح نضيف مثلا الصوت. نشغل كلاسيكية. خلينا تجعل عرض مسبق،
أو ترجع لتعديل قبلها، تجي تتأكد أن كل المشاهد موجودة تمام، تكتب الشيء اللي تريده. هنا مثلا تقدر تضيف لوجو، راح تشوف يفتح لك صورة مثلا، تخلي هذا اللوجو. أنا ما عندي لوجو حاضر هسه حاليا، بس حبيت أخلي هذا. تقدر تخلي أي صورة أي شيء، يعني مو شرط يكون شعار لوجو، ممكن يكون صورة توجه الناس، يعني يشوفون الصورة، ممكن تسوي إنجاز أو فتشي. تابعوه على انستغرام. ورا ما تخلص المفروض هذا النص يكون موجود متوفر. تمام هسه صار. ورا ما تخلص تشيك السلايدات كلها اوكي، ضفت الصوت او الموسيقى او التعليق الصوتي. انا افضل يكون تعليق صوتي على هاي الفيديوهات، يكون افضل من الموسيقى. ممكن نضيف الموسيقى والتعليق الصوتي، مو في المشكلة يعني، بس يعني اهم شي يكون تعليق صوتي للفيديو. تجي بالاخير على عرض مسبق، تختار المجانية على اعتبار انه انت ما عندك امكانية تشتري، تنتظر يحمل. راح تلقى الفيديو على مشروعاتي. ورا ما يخلص مثل ما سوينا بالفيديو السابق، تنزله تشغل الفيديو وراح تشوف الفيديو شلون صار. ما راح انتظر على ما يخزن حتى لا يطول الفيديو عليكم، لان يعني هدفي انه توصل المعلومة وما نخسركم وقت زيادة. الوقت ثمين. شكرا للمتابعة، تحياتي.